يا جماعة، فقرة الأخبار منوعات تحديداً. يعني فريق الإعداد يعطيهم العافية، بيعملوا كل جهدهم عشان يطلعوا لنا أهم الأخبار والمعلومات والإنجازات اللي صايرة في الفترة الأخيرة تحديداً في العالم، مو بس في السعودية. وإلى اختراع جداً جميل صراحة، هذا الاختراع ناسبني مرة، ناسبني. ليش؟ إنه حزام هوائي. هذا الحزام بيربط على الخصر زي احنا شايفين في الصورة اللي جنبي. ايش يسوي هذا الحزام وايش وظيفته؟ هو بيحمي الانسان من السقوط على الارض. طبعا يعني تمكنت شركة، خليني اقول لكم تفاصيل الخبر، الشركة الفرنسية من تطوير حزام هوائي ينتفخ بشكل تلقائي ليحمي الشخص الذي يرتديه متى ما احس انه يوشك على السقوط، ويتيح حماية اكبر لكبار السن ويقيهم من التعرض لكسور خطيرة في منطقة الفخذ إذا سقطوا أرضا. ويعمل الحزام بسرعة فائقة لأنه ينتفخ في 80 جزء من 1000 من الثانية بعد استشعار خطر السقوط. يا جماعة أنا أحتاج ذا الحزام حقيقي، أحتاجه. ليش؟ أنه نحن دائما إذا لبسنا الهيلز أكرمكم الله ما نمشي أو نتعرض لطيحات. يعني أنا طحت قبل فترة طيحة الحمد لله، بس يعني حقيقة ابتكار جدا جميل وممكن يفيد يعني فئات جدا مهمة لهذا الابتكار. عموما خليني اروح معاكم لخبر ثاني. اليوم انا ابغى اتمشى في الاستديو، واسع وكبير وما معايا احد، واكيد لازم نقول لطراد الحمد لله على سلامتك طراد، ترجع لنا بالسلامة. لخبر اخر، وجبل سعودي شاهق الارتفاع، ولكن هذا الجبل مو على اليابسة ابدا، لان هذا الجبل وسط البحر، وجزيرة كادمبل تعد واحدة من أجمل الظواهر البحرية الغريبة في الجانب السعودي من البحر الأحمر، وهي عبارة عن جبل يقبع وسط أمواج البحر الزرقاء مقابل شاطئ القحمة التابع لمنطقة عسير جنوب غربي السعودية. وطبعا الجزيرة تجذب الكثير من الزوار ويصلون إليها عبر مراكب صغيرة معدة، وتستغرق الرحلة البحرية 4 ساعات ذهابا وإيابا. يعني وين هذه الجزيرة عننا من أول؟ ما سمعنا عنها ولا شفناها، يعني حقيقي لازم نروح لها. حبيتها مرة، شفت الصور قد إيش جميلة. إلى خبر آخر، والإمارات تدشن أول صراف لذوي الإعاقة والمكفوفين، وطبعا في إطار المبادرات الرامية إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بدولة الإمارات، رفعت إحدى المصارف الستار عن جهاز جديد. هذا الجهاز أو جهاز الصرف الآلي الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي يخدم فئتين من أصحاب الهمم، الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وذوي الإعاقة الحركية، حيث تم تزويد الصراف بتقنيات الذكاء الاصطناعي. طبعا هذه المبادرات الجميلة اللي نفتخر فيها في كل مكان، وأتوقع هذه الصراف جدا مهم لكل الأشخاص، وما بالكم بأشخاص الفئة الأغلى على قلوبنا. نتمنى أنه يكون في كثير من هذه الصرافات في كل دول العالم مو بس في الإمارات. ومهرجان النحت الأكثر جنونا في العالم، حبيت الخبر هذا جدا. ومعانا أيضا لفيديو، ويعد المهرجان الذي تم افتتاحه في الجمعة الماضي ويستمر لمدة 3 أشهر واحد من أكبر المقاصد السياحية للصين في فصل الشتاء، ووسط درجات الحرارة المنخفضة يتحالف الفن مع البرد لينتج إبداع يتكرر كل عام من خلال المنحوتات العملاقة ونسخ من المباني والمعالم الشهيرة المصنوعة من الثلج وكتل الجليد. دائما من أنا صغيرة كان نفسي أروح كذا متحف أتفرج على المنحوتات اللي بتصير، خصوصا المنحوتات العملاقة والفنانين اللي بيصمموها وبينحتوها بنفسهم، حقيقي أشكال جدا جميلة، وأتمنى في زيارتها في يوم من الأيام. ولكن قالوا أنه يستمر يعني مرة كل سنة، فإن شاء الله يتكرر كل عام، فإن شاء الله السنة الجاية. بس الصين بعيدة يا جماعة. إلى موسوعة جينيس، وهوس الناس في دخول موسوعة جينيس، لكن هذه المرة أطول ناقة في طريقها إلى موسوعة جينيس بارتفاع 3 أمتار بالتمام
والكمال، نفسي تحط الصورة عشان نشوف الناقة تحديدا. أتوقع سمية تحمستي تبي تشوف الناقة صح اللي دخلت موسوعة جينيس. شوفوا طولها معانا 3 أمتار، وطبعا لقبت الناقة بالزرافة مبدئيا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول ناقة في العالم، على أن يتم اعتمادها رسميا في الموسوعة لتكسر بذلك الرقم المسجل سابقا بارتفاع 1.90 متر مالك الناقة. وقال طبعا مالك الناقة سلطان الرشيدي لصحيفة عكاظ أن ارتفاع الناقة ولونها الأصفر دفعني لتسميتها بالزرافة. والله هي تقريبا تشبه الزرافة صح العنود؟ العنود الحمد لله على سلامتك، نورتي البرنامج. إلى خبر آخر، وأمريكي حاول أنه يقتل عنكبوت، بالنهاية إيش صار له؟ انحرق منزله. وهذا إذا قلنا نذكر شر البلية ما يضحك. طبعا أحرق رجل من ولاية كاليفورنيا منزله بالخطأ خلال محاولة قتل أحد أنواع العناكب ويسمى بالعنكبوت الذئب، إلا أن العنكبوت تحرك بسرعة نحو الفراش بعد أن اشتعلت به النار، ما جعله ينقل النار بسرعة إلى جميع جنبات الغرفة، وهرع المواطن إلى إخلاء منزله وطلب نجدة رجال الإطفاء الذين حضروا إلى موقع الحادث وأحاطوا المنزل للسيطرة على الموقف. يعني يا جماعة الخير انتبهوا، إلا النار لا تلعبوا فيها في المنازل. ليش؟ لأنه دايماً النار اللي ينتقل بسرعة في كل مكان في كل أرجاء البيت، فانتبهوا هذه الأشياء الخطيرة ما ينفع. يعني ما أعرف كيف فكر إنه يقتل عنكبوت بنار، ما أعرف صراحة حقيقي. نشوف دائما العجب خصوصا فقرة الأخبار والمنوعات. طبعا انتهت أخباري لليوم، بس خليني أروح أشوف سمية قبل ما نطلع الفاصل. سمية وين وصلتي معنا بالميك اب؟ خلاص أولموست خلصنا اللوك، حطينا الروج، عملنا الآي شادو، ركبنا رموش. إيش رأيك في الميك اب؟ حبيته جميل، very simple. وهذه الموضة الجديدة دحين انه يكون متقارب الوان الاي شادو مع الوان الروج. بس دائما ما ننسى انه الجمال الداخلي هو جمال الداخل افضل بكثير من جمال الخارج، ودائما اقول جمال جمال الروح يا جماعة صح؟ يا بالضبط، جمال جمال مكمل لبعض. يا صحيح، اكيد مكملين معك يا سمية، ولكن بعد الفاصل. نطلع فاصل ونرجع لكم.